انا سعيد بن الحسن، ساكن في مرتيل. المهنه ديالي كانت قباص، كنت كنخدم قباص، وملي مرضت يعني صافي ما بقيت كنقدر نخدم، بقيت كنعاني. دابا حاليا انا جالس ومجوج وعندي الكرا ما خدامش. محسنين يعاونوني باش نمشي شي كلينيك في الرباط باش نقدر نشوف هاد العرق اللي عندي. يعني خصني نمشي للرباط باش نشوف في شي كلينيك اللي غادي الزابق اللي كنمشي نوسع ما كنجبر حتى شي نتيجه. كنوسع العروق جوج النوبات وانا كنوسع ما جبر حتى شي نتيجه. ودابا حاليا خصني نمشي نشوف هاد العرق اللي عندي، يعني شبرني في يعني في القلب ديالي وما قدرش يعني نتنهضر. دابا انا حاليا وقفت صافي، وصحتي قد ما كنشرب الادويه قد ما كنمشي عند الطبيب. اي طبيب مشي هنا، طبيب مشي عندنا. هاد اليومين عاد مشيت للطبيب قوس راديو عاود فعلا رجعني عند الطبيبه ديالي. حاليا الطبيبه تقول لك راك شرب الدواء، وانا ما خصنيش نبقى نشرب الدواء، يعني باغي نشوف صحتي، باغي نخدم على وليداتي، ولكن الصحه ما عنديش. اخوتي كنطلب محسنين يعاونونا ويشوفوا لنا هاد الحاله هذه اللي حنا فيها. يعني انا ولادي غيبقاو مشردين والإنسان كاري، ما عنده لا سكن ديالو لا حتى شي حاجه. الإنسان الا مشى يبقاو جوج البنيتات غيبقاو لي مشردين، زائد الام عاود ديال. انا هو اب القرصه اللي كنت، يعني انا بيدي عندي الاخ، عندي الاخوان ديالي ضعافين ما عندهمش، يعني الحاله ديالهم بيدهم في حالي كاع كاينين. انا عندي اخت انا كنت كنخدم عليها وكبيره عليا. خوتي انا ما كنقدرش نهضر، يعني النفسيه ديالي طايحه، نفسي مشات يعني طايح. يعني هادي 8 سنين وانا كنعاني. الزنقه ما كنقدرش نخرج ليلى، يعني ما نقدرش نخلف.